لا حديث اليوم بين المغاربة سوى عن أضحية العيد وعن الإقبال عليها، لكن الأغنام المغربية ليست لوحدها هذه السنة في الأسواق. فللسنة الثانية على التوالي تنافسها الأغنام الأوروبية، خاصة الإسبانية المنشأ والمسمات بالميرينوس. ورغم أنها أوروبية المنشأ لكن أسعارها منخفضة مقارنة بالمحلية. 600,000 رأس غنم جرى استيرادها هذه السنة لتزويد الأسواق المغربية. يعفى مستوردها من أداء الرسوم الجمركية ومن أداء الضريبة على القيمة المضافة، فيما يحصلون بالمقابل على منحة تقدر ب50 دولاراً عن كل رأس غنم. تحفيزات تنعكس مباشرة على أسعار هذه الأضاحي والتي لا تتجاوز في أقصى تقدير 350 دولاراً. استيراد الأغنام الأوروبية إحدى أبرز انعكاسات سنوات الجفاف المتتالية التي تضرب المغرب. وأنتم مشاهدين كيف تجدون فكرة اقتناء أضحية عيد أوروبية المنشأ؟ Thank you.